Ola Energy, prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Energy la plus proche. Euro repar, qita riyar li jamia anwa' as-sayarat. Jawda w daman w sou munasib. حلقتنا نتاع اليوم باش تبدا من المرسى يشغلون مزيان ياسر من برا كيما من الداخل. مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو، معكم صابر اسكندر، واليوم حلقه خاصه موجود توا في الشغل هوندا، دي ريبورتاج دي انترفيو دي زيسي موتو اي اوتو. بالطبيعه باش نجرب برشا موديلات هوندا، الماركه اليابانيه اللي معروفه بالفيابيليتي نتاعها، تصنع من احسن وصح الكراب في العالم. اما قبل هذا الكل سمير، اوتو برو جمعة هذي باش نشوفو لاكسيون سانيتير في محطة اولا انرجي. نمشيو مع اورو ريبار كار سيرفيس، لاجونس اريانا، وين تبعو لا مينوت كونساي دو لا سمان. في لوكازيون اوتو برو اخترنا لكم اون رونو ميغان اون اكسيلونت ايتا، وتكتشفوا معنا لا مارك جابونيز هوندا باش نوصلو لان اسي سبيسيال نتاع 3 كراهب، لوندا سيفيك اش ار في و سي ار في، والاسي نتاع الهوندا سي بي ميلر. أورو ريبار كار سيرفيس خدمات صيانة وتصليح لجميع أنواع السيارات، أكثر من 26 نقطة خدمات في كامل تراب الجمهورية، أسعار مناسبة وعروض على كامل العام. أورو ريبار كار سيرفيس، لا كونفيونس سا سونتروتيان. أورو ريبار كار سيرفيس تحرص على التقرب من حرفائها، هذاك علاش اليوم موجودين في لاجونس أورو ريبار أريانا. المينوت كونسي نتاع اليوم مش نحكيو على الباتري، الباتري تلعب دور مهم في الكهرباء، هي اللي تساهم في ديماراج الموتور. الباتري هي جزء اساسي في السيركوي الكتريك، اما تنجم تفقد الفاعليه نتاعها بعد مده. دور الباتريه يتمثل في تخزين الطاقه الكهربائيه باش نضمنوا فاعليه المعدات الالكترونيه كيما المكيف والديمارور. هذاك علاش ننصح الحرفاء نتاعنا باش يتفقدوا الكهرباء نتاعهم، يعملوا كنترول للباتري كل 10000 كيلومتر عند اورو ريبار كار سيرفيس. اورو ريبار كار سيرفيس توفر لكم دو تيب دو باتري، لي باتري ستاندار و لي باتري ستوب اند ستارت. لي باتري اورو ريبار يشملوا 95% من السيارات الموجوده في السوق واللي زيد عمرها على 3 سنين. اورو ريبار تحرص على ضمان كامل معايير الجوده وتمنحكم ضمان لمده عامين.
لآخر شهر نوفمبر أورو ريبار كار سيرفيس تمنحكم 15% تخفيضات على لي بالي إسوي غلاس لي بوجي و لي باتري دو لا غام أورو ريبار. قطار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. قبل ما نتعديو للتست درايف، باش نقدموا لكم تاع الماركة هوندا تاخذوا أكثر فكرة عليها، تاريخها، سون بالماريز زادة أون فورمولا، سبور أوتو إي موتو، برشا منكم يعرفوا اللي هوندا تصنع كراهب وموتورات، أما تصنع زادة تيارات، بابورات وبرشا حاجات أخرين، وبارتاج. Un constructeur automobile, de motos et scooters ou hatta tayarat, واحد من les leaders في العالم en mobilité ou دخل بلادنا في 2016, نحكيو اليوم على le géant japonais Honda. تبدا حكاية الماركة هذه مع سويتشيرو هوندا, تولد عام 1906 في قرية صغيرة في اليابان. سويتشيرو عدى طفولته مع ابوه اللي كان حداد وكان يعاونه في تصليح البسكليتات اللي خلاه يكسب خبره وطموحاته تزيد تكبر. كي وصل عمره 15 سنه سويتشيرو قرر يتنقل لطوكيو ويولي ان ابرونتي في غاراج اوتوموبيل. حاجه هذه خليته يحل سون بروبر غاراج في ظرف 6 سنين. عام 1937 انشا انتربريز خاصه به تصنع لي سيغمون دو بيستون وكان تويوتا من اهم الحرفاء نتاعو. نجاح سويتشيرو في المجال هذا تأثر بالحرب العالمية الثانية اللي دمرت اليابان وزلزال كبير هز المنطقة وقتها اللي خليه يخسر كل شيء. بالرغم من هذا الكل سويتشيرو قبل التحدي وقرر يستغل الكونيسانس والغرام متاعو ويصنع وسيلة تنقل تفيد بلاده. في 1947 كان ظهور أول دوغو هوندا اسمها لاتيب أ وكان استعمل فيها موتور صغير ركبه على ان شاسي دو فيلو. 1948 يسجل تأسيس هوندا باسمها اللي نعرفوه اليوم وعام بعد ظهرت أول دراجة نارية بتصميم كامل من هوندا لاتيب دي على دريم ولا حلم بالعربي. الفكرة تطورت عام بعد عام وهوندا ولت أكبر وأهم مصنع دراجات نارية في العالم حتى لليوم. وفي 1958 خرجت لا سوبر ستار دو هوندا لا سوبر كاب سكوتور استعماله ساهل برشا ويناسب الناس الكل ولليوم الموديل هذا مازال يتصنع وتباع منه أكثر من 100 مليون اكزومبلير. سويتشيرو ركز على الديفلوبمون في الشركة متاعو خاصة على تطوير لي موتور 4 طون أما غرامه الكبير كان في الكورس وربح بفضل إصراره في أهم السباقات العالمية كيما لو تي تي آيل أوف مان والجراند بري دو إف 1 في 1965. نجاح الشركة وتنقلها لأمريكا خلاها تتوجه للمجال الجديد اللي حدد مصيرها اليوم وتقرر بداية إنتاج السيارات للإستعمال الذاتي وكان لوميني كاميون تي 360 أول فيكول هوندا في الوقت ذاك. في بداية السبعينات أمريكا كانت تعاني من تلوث كبير من المصانع والكراهب خاصة اللي خلى الجوفيرنمون ينشر قوانين جديدة تحد من الانبعاثات المضرة وهذا كان في صالح هوندا اللي عكس المصنعين الاخرين كان قادر يصنع موتور ريفولوسيونير يتبع كل المعايير البيئيه وقتها لو سي في سي سي. اطلاق الموتور هذا عمل سكسي كبير برشا وتناسب مع لو نوفو هوندا سيفيك ان كومباكت براتيك ايكونوميك وفيابل خاصه. الموديل هذا جاء في احسن وقت ممكن مع الكريز بيترولير في امريكا. الهوندا سيفيك وصلت مبيعاته ل 10,000 يونيتي في الشهر. نجاح وتطور هوندا يتواصل في الثمانينات والتسعينات بتركيزها على الطاقات البديلة ولليوم هوندا تعتبر من أهم الشركات المساهمة في الحفاظ على البيئة مع الاحتفاظ على خصائصها اللي تشهرت بيوم كيما لاسبورتيفيتي والإفيكاسيتي. هوندا اليوم ما تتوقفش في إنتاجها على الكراهب والموتورات أما زادا نلقاو عندها لي موتور أوربور لي توندوز أغازون ولي زوتي دو جارديناج وأكبر منتوج عندها هما لي هوندا جيت. هوندا تسعى لتطوير حلول التنقل وتخمم في التكنولوجيات المستقبلية كيما لي روبو اللي بدات في تطويرهم في الثمانينات. ها
هدفها اليوم هو تصنيع دي روبو ليساندوا الإنسان ويعاونوه في أصعب المهام. هوندا يبقى لان دي بلو غران ليدر في العالم في مجالات متعددة وفي الكهرباء والموتورات خاصة بون جام بوليفالونت من لي كومباكت ايكونوميك للي فواتور اي لي موتو دو كورس لي بلو بيرفورمانت. هوني نذكروا بالطبيعة لو سوكسي متاع هوندا في الفورمولا، انتصارات كبيرة مع أحسن لي بيلوت في العالم كيما أيرتون سينا. كما شفتوا دونك هوندا ماهيش اي ماركه، السافوار فير نتاعها خليها من الاربعينات تصنع من احسن الكراب التيارات والموتورات، تجربه كبيره ياسر دونك. واسامي معروفين كنقول لكم سي بي ار 600 900 ولا سي ار 125 من اقوى الموتورات، وجوستومون خلط علينا توا لا ريفيرونس موتو ان تونيزي محمد سيسي اللي جاب لنا جمعه هذي ان بتي بيجو. سالو صدري، كما تعرفوا هوندا كانت معروفه باللورنيت 900 ما بين 2005 و 2006، دونك خرجوا سي بي ميلير en 2008 وجبنا نحن الفاز 2 اللي هي à partir de 2012 ولات عندها beaucoup de choses par rapport au modèle القديم. حبينا نعملوا لي سيم تاعو، هي الموتور هذه معروفه برشا في تونس ويحبوها برشا سورتو في وسط البلاد، دونك انا باش نعملوا لي سيم تاعها اليوم ونشوفوها اش تعطي. سي بارتي.